تمكن المنتخب الإنجليزي من العبور إلى دور ربع نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم عقب فوزه على نظيره الألماني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب ويمبلي في لندن أمام قرابة 40,000 متفرج. ويدين المنتخب الإنجليزي بفوزه إلى الثنائي راحيم ستيرلينغ الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 75 والعميد هاري كين الذي وقع الهدف الثاني في الدقيقة 86. وتلتقي إنجلترا في ربع النهائي الفائزة في المواجهة المقررة لاحقا في غلاسكو بين السويد وأوكرانيا.